شهد وزير النقل هشام عرفات توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للنقل والهيئة العامة للنقل النهري، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى تقديم الخدمات الاستشارية والبحثية الهندسية والاقتصادية والمعلوماتية والإدارية ودراسات الجدوى في مجالات النقل النهري واللوجستيات التي تتطلبها الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للنقل النهري، وتقديم البرامج التدريبية في مجالات النقل النهري واللوجستيات وكل ما تتطلبه طبيعة المشروعات المراد تنفيذها المتعلقة بقطاع النقل النهري.